مئة موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فجاه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين مطروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر فجدتنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وحلقة جديدة وتابعي جديد وشخصية جديدة من اللي أسسوا حضارة الإسلام العظيمة وبطل قائد عسكري هنكون معاه النهاردة بس الحقيقة قبل ما أبدأ وندخل في موضوع الحلقة عندي خلق جميل جدا جدا ومش مشهور بين الناس ولا معروف وله علاقة بالحلقة خلق اسمه الشفاعة ايه ده هتقولي انا عارف الشفاعه مش ان النبي هيشفع علينا يوم القيامه بس انا بتكلم على حاجه تانية انا بتكلم على خلق من الاخلاق انك تشفع بين اتنين متخاصمين تشفع لابن عند اب ابوه غضبان عليه تشفع بين زوج وزوجه هيتطلقوا تشفع بين عيلتين متخانقين تشفع لواحد طالب حاجه عند صاحب عمل تشفع تقف جنبه وتقول له انا بشفع لفلان لغايه ما طب وده خلق دي ايه في القران الايه بتقول ايه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها وحلقه النهارده لها علاقه شديده والناس عاده ما بتشفعش لحد علشان يا اما مكسوفه يقول لك يا عم احسن يردني يبقى شكلي وحش او يقول لك وانا مالي او يقول لك طب وانا شيل جميله ليه اللي يخليني اكلم فلان في التليفون اقول له ارجوك اقف جنب فلان وابقى اتحسبت عليا جميله لازم اردها لكن النبي ما كانش بيعمل كده تصدقوا النبي كان يلاقي زوجه متخانقه مع جوزها يروح لها ويقول لها ممكن تسامحيه تقول له اتامرني يا رسول الله يقول لها انما انا شافع انا بس بشفع له ياه عرفت الخلق ده يلا ندخل بقى على صاحب القصه لانه فتح الاندلس بسبب الشفاعه شفاعه الواحد كانت سبب في فتح اسبانيا ايه ده معقوله تخيلوا الخلق ده هيعمل ايه تعالوا نشوف هو بطل النهارده من القاده العسكريين المشهورين من اشهر قاده العسكريين في الاسلام يمكن بعد خالد بن الوليد على طول خالد بن الوليد وبعدين يجي هو حد عرفه هو تابعي مش من الصحابه وهو فاتح الاندلس وفاتح صقليه جزيره صقليه وهو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب تدين له إن هو اللي ثبت الإسلام فيها إيه ده مين جابه؟ موسى بن نصير اسم عظيم في تاريخ الإسلام في شمال أفريقيا وأسبانيا اسمه مرتبط بتاريخ المنطقة دي تخيل لما يبقى اسم واحد مرتبط بتاريخ منطقة طب أنت اسمك مرتبط بإيه بقى؟ ما تثبت اسمك في حاجة كده ما تحط لاسمك يعني القلعة دي اللي احنا بنصور عندها اسمها مرتبط بتاريخ شخصية كل مصر تعرفها إلى الآن طب انت اسمك هيرتبط بإيه انت ما بتغيرش انك تقول وانا كمان لازم هيكون اسمي مرتبط بحاجة عظيمة انا بحكي القصة دي عشان تقول هقدم للإسلام حاجة كبيرة هذا الشخص ثبت الإسلام في شمال أفريقيا هتقول لي انا كده متلخبط انا اعرف انا خدت في المدرسه ان اللي دخل الاسلام في شمال افريقيا واحد اسمه عقبه بن نافع مين موسى بن نصير
هقول لك صح وغلط. يعني ايه صحيح؟ عقبه بن نافع اول واحد فتح شمال افريقيا، بس هو كان عامل ازاي؟ يدخل من تونس ياخدها لغايه المغرب في 3 اشهر، تك 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 تك، يعدي يفتح 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 ويسيب ظهره فاضي. يجي الرومان وتيجي قبائل البربر، ما كانوش مسلمين، قبائل عريقه الامازيغ، ويقوموا واخدين كل اللي هو عمله. فبقت شمال افريقيا عامله زي كده مسرح العجائب. يدخل عقبه بن نافع يقوم فاتح في 3 اشهر، يقوم داخل الرومان وداخل القبائل البربر تقوم مرجعه كل اللي هو عمله، وقتلوه في الاخر. مات، قتل عقبه بن نافع، لغايه ما جه صاحبنا بقى، لغايه ما جه موسى بن نصير. لا، ثبت الاسلام في شمال افريقيا، وفتح جزيره سردينيا وجزيره مايوركا، وفتح صقليه، وفتح قبرص، وفتح اسبانيا. ده ايه ده؟ قائد نادر. هو كده فعلا اسمه موجود في كل ميادين العالم العربي. يعني لن تجد مدينه عربيه الا في اسم شارع او ميدان باسم موسى بن نصير، بس ما نعرفش عنه حاجه. هو اتولد سنه 19 للهجرة، يعني اتولد في عهد عمر بن الخطاب. واتولد فين؟ حاجة هتفرح أهل فلسطين قوي، اتولد في مدينة الخليل. يعني اللي فتح شمال أفريقيا وأسبانيا وصقلية فلسطيني، من أهل فلسطين، من الخليل. لكن عيلته الحقيقة مش من الخليل، أصل العيلة من العراق. هو إيه أصل القصة؟ أصل القصة أن أبو بكر الصديق بعت سيدنا خالد بن الوليد يفتح العراق. خالد بن الوليد أهم وأشهر معركة في تاريخ خالد بن الوليد في فتح العراق كانت معركة اسمها معركة عين التمر. الفرس كان عندهم في عين التمر ده حصن حطوا فيه كنز من أهم الكنوز، أغلى من كنوز كسرى وسواري كسرى. إيه الكنز ده؟ 40 شاب نابغة. تخيل الاهتمام بالشباب والموهوبين، كانوا عارفينها زمان ازاي، واحنا دلوقتي ضيعنا الموهوبين وسافروا على الغرب وبقوا كبار هناك وخسرناهم في بلادنا. حطوا في الحصن ده عشان يحافظوا عليهم 40 نابغة. خالد بن الوليد دخل الحصن في عين التمر وخد كنز أهم من الفلوس، خد الـ40 نابغة، منهم مين؟ منهم سيرين أبو محمد بن سيرين اللي هو مفسر الأحلام، ومنهم نصير اللي هو أبو موسى بن نصير قائد قصتنا. وخد الـ40 وبعتهم لأبو بكر الصديق في المدينة. أبو بكر كان عاقل وكان حكيم وفاهم الإيمان على إنه أخلاق، استوعب الـ40 بحب وما تعاملش معهم على ان هم أسرة، فأسلم الـ40. وولادهم طلعوا نوابغ في تاريخ التابعين في الإسلام، منهم نصير. فلما أسلم نصير مبهور بمين؟ بخالد بن الوليد، رغم ان خالد أسره، موهوب بعبقريته بطريقته في القيادة، قائد عسكري نادر. فنصير حبه قوي. نصير أبو بكر الصديق جوزه من امرأة مسلمة موجودة في المدينة، امرأة كده جدعة ومجاهدة، هتشوفوا هتعمل ايه بعد شوية. فاتجوزه وطلعوا مع خالد بن الوليد في معركة اليرموك في فتح العراق، في فتح الشام، وشاركوا في المعركة. ونصير بقى مبهور ازاي خالد بن الوليد ده بيقود جيش بيغلب الإمبراطورية الرومانية، فحبه قوي. فبقى عنده أمنية، نفسي أخلف ولد يطلع زي خالد بن الوليد. يا أباء، أنت نفسك ابنك يبقى إيه؟ يجيب فلوس ويبقى لعيب كورة ويبقى كذا وخلاص. طب يعمل إيه للإسلام؟ لا، أنا ما فكرتش في الحكاية دي قبل كده. نصير فكر بقى. نصير خلف ولد اسمه موسى. ويوم معركة اليرموك أمه اللي هي الست اللي اتجوزها نصير قتلت واحد من الرومان بعمود خيمة وأسرته. يعني أمه هي كمان شكلها طلع كده بالشامي وباللبناني أبضايا، يعني أبوه وأمه الاتنين أبضايات في جيش خالد بن الوليد، وبيحبوا خالد ونفسهم يخلفوا ولد زيه. خلفوا ولد سنة 19 هجرية سموه موسى بن نصير. كبر الولد بقى عنده 7 سنين. أبوه بقى بيحكي له على بطولات خالد، اللي بتنقشوه في ولادكم هو اللي هيكون ابنك، زي صفحة بيضة، زي ما هتنقش فيها هيطلع، هتنقش فيها شخبيط ولخبطة هيطلع ملخبط، هتنقش فيها بطولات وقيم وأخلاق هيطلع راجل محترم، هتنقش فيها حب الإسلام هيحب الإسلام. نصير نقش في موسى كن قائد. خالد بن الوليد طلع الولد
بيقول لابوه انا عايز اكون جندي في جيش الاسلام. قال له انت لسه صغير. قال له تبارزني؟ بيقول لابوه. فابوه قال له طب قوم وريني. كان عنده 10 سنين. قام يبارز ابوه. ابوه انبهر، ايه الولد ده؟ الولد ده هيكون قائد. فقال له كلمه: اراك كخالد بن الوليد. والولد سمع الكلمه من ابوه وعاش الحلم. يا مولاد بسبب كلمه تحفيز قالها له ابوه او امه بقى قائد عظيم او ناجح او كاتب او فنان او مهندس او عبقري بسبب كلمه بنت حلم في خياله. ده اللي حصل مع موسى بن نصير لما بارز ابوه ولسه طفل صغير. قال له ابوه اراك كخالد بن الوليد. لكن حصل موقف من ترتيب ربنا هيأهل الولد ده. هم عايشين فين؟ في مدينه الخليل. طب ومين الامير او والي المسلمين على الشام؟ معاويه بن ابي سفيان. لسه ما كانش الخليفه، امير بس. معاويه بن ابي سفيان فجاه بعت جواب لنصير. نصير راجل عادي كان في جيش خالد، قوي وكل حاجه بس جندي عادي. بعت له جواب استدعاء انه يجي القصر قصر الاماره في دمشق. فنصير راح فاذا بمعاويه بيقول له انا عينتك قائد الحرس بتاعي. انا؟ اشمعنى انا؟ معاويه داهيه من دهات العرب، عايز يوري اهل الشام ان احنا مش متحيزين، ما عندناش عنصريه للجزيره، للناس اللي جايه من الجزيره العربيه. ممكن نعين واحد كان اسير في عين التمر يبقى قائد حرس علشان اهل الشام وهم لسه مسلمين جداد ما يكشوش من العرب. يا ترى احنا عندنا عنصريه دلوقتي يا جماعه؟ يا ترى عندنا عنصريه ان واحد كان اسير يبقى قائد حرس؟ ان واحد، يا ترى بنبص للافارقه ازاي في بلد زي مصر؟ يا ترى بنبص للجنسيات الاخرى اللي جايه من الهند وباكستان وهم مسلمين ازاي؟ يا ترى احنا عنصريين؟ معاويه عين نصير قائد الحرس الخاص بتاعه. وتمر الايام وموسى يكبر لكن مش عايز يبقى زي معاويه، عايز يبقى زي خالد بن الوليد. رغم ان ابوه قائد حرس معاويه لكن الحلم قائد عسكري مش سياسي ولا اداري ولا امير. انا عايز احارب لله، انا مسلم. اصل ابوه علمه قصه، قال له خالد بن الوليد لما اتعزل من قياده الشام، صدقوا ان ده كان اهم درس اتعلمه موسى بن نصير. ابوه علمه ان خالد بن الوليد لما اتعزل من قياده الشام بقى بيشتغل اكتر في الجيش. فقالوا له انت بتشتغل اكتر بعد ما اتعزلت؟ قال لهم كلمة حلوة قوي، قال لهم إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب، أنا بشتغل عند ربنا. موسى بن نصير بدأ يكبر أكتر لغاية ما حصل موقف احتكاك بين أبوه وبين معاوية بن أبي سفيان. أبوه قائد الحرس، معاوية بدأت الحرب بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية. فمعاوية قام قايل لأبوه يلا استعد لتخرج معي لقتال علي. فقال لا. فقال له لا؟ ازاي؟ انت قائد الحرس بتاعي، اهكذا تشكر نعمتي عليك؟ ده انا صاحب نعمه وفضل عليك. قال والله انما اشكر نعمه من له نعمه اكثر منك علي. ده انا مش بسمع كلامك عشان في واحد صاحب نعمه اكبر. قال من؟ قال الله. عاهدت الله ان اشكر نعمته ان هداني للاسلام الا اقاتل والا افعل الا لمصلحه المسلمين. انا مش هقاتل علي بن ابي طالب. يا جماعة اتعلم ساعات تقول لأ. اوعى تبيع نفسك عشان منصب، اوعى تكون ما بتعرفش تقول لأ عشان مكسوف من فلان تبيع دينك. النبي بيقول كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كله حيبيع، المهم هتبيع لمين؟ انت بايع لمين؟ انت بايع نفسك لمين؟ في ناس بايع نفسها لامرأة، في ناس بايع نفسها للشر، في ناس بايع نفسها عشان دنيا غيره عشان مكسوف يقول له لا. في بايع نفسه عشان الفلوس، في بايع نفسه عشان الكرسي، انت بايع لمين؟ ما تبيعش الا لربنا. نصير قال له لا انا قائد حرسك لكن لا مش هقاتل علي. فاذا بالمفاجاه ان معاويه يقول له ثبتك قائد لحرسي، انت رجل لا تخون. انت رجل محترم. انا هثبتك قائد للحرس. فكانت النتيجه انه ثبته قائد للحرس بتاعه. شفتوا يا جماعه من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. دي قاعدة في الحياة زي الشمس والقمر، والله لو نصدقها ونؤمن بيها ارضي ربنا وما تخافش. نصير عمل كده فعلم ابنه درس كبير قوي، اوعى تبيع نفسك إلا لربنا، وتعلم تقول لا لما يكون قدامك غلط. دارت الأيام ومات نصير وكبر موسى
عايز يبقى ايه؟ عايز يبقى زي خالد بن الوليد قائد للاسلام، فدخل الجيش في جيش المسلمين اللي بيحارب الرومان، بس ترتيبه في الجيش ايه؟ اخر واحد في الصف، لسه شاب صغير في العشرينات. لغايه مات سيدنا علي بن ابي طالب واستقرت الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان، فاراد معاويه بن ابي سفيان، عنده مشكله، الرومان عماله تغير على المسلمين وتهاجم المسلمين عن طريق البحر. المسلمين ما عندهمش اسطول بحري وبيخافوا من الحرب في البحر، هم بيعرفوا يحاربوا في الصحراء لكن بيخافوا من البحر. لكن بقى أن الأوان، فقرر معاوية إنشاء أكبر أسطول بحري، وعمل الأسطول في 4 أشهر على مواني لبنان والشام. لكن في مشكلة، العرب مش عايزين يتقدموا عشان ما بيعرفوش يحاربوا في البحر. طب مين؟ فقرر إنه هو يعمل تدريب على السفن، الناس تتعلم الحرب على السفن، كأنه بيعمل كلية عسكرية بحرية. طب بس محدش عايز يتقدم للكلية دي، مين أول واحد يتقدم؟ هو موسى بن نصير، شاطر. ما قالش أصل دي حاجة أنا ما بعرفش فيها. يا جماعة يا شباب، لما تلاقي نفسك في آخر الصف في حاجة، دور على حاجة تبقى في أول الصف فيها عشان تتميز. موسى بن نصير بقى أول الصف وتقدم لهذه الكلية وتفوق وتخرج وطلع الأول، ومعاوية عرف إن أشطر واحد عنده شاب ابن الراجل قائد الحرس بتاعه، فاستدعاه واداله مهمة كبيرة قوي، عينتك قائد الأسطول البحري للمسلمين وهو عنده 25 سنة. تخيلوا الشباب كانوا بيهتموا بيهم لأي درجة، وطلع بأول أسطول بحري لأول معركة لمواجهة الروم وعنده 25 سنة عشان يفتح جزيرة صقلية وهو في السن الصغير دون، ويستردها للمسلمين وهو عنده 25 سنة، ويفرح بيه معاوية ويبقى قائد الأسطول البحري. بس يا خسارة، هيفقد كل رتبه وكل إمكانياته في لحظة. إيه اللي هيحصل؟ وإزاي هيفتح الأندلس؟ وفين الشفاعة؟ تعالوا نكمل بعض الفصل. بين زيجات متعددة وحب المال والجماعة. أحسن أسبك يا عم، مفيش عيشة. أنت عايز تنمي الدهب الموجود كله في السوق عشان إحنا نتحكم في سعر الدهب؟ أنا ابن جنيه. سبب أكبر أزمة اقتصادية عرفتها مصر. يا إبراهيم، إحنا نصنا بتحقق معاه ونص التاني في المستشفيات، وأنا وحضرتك بنتخانق مع بعض. لما تشتغل بشروطهم يبقوا بيستخدموه. أنتوا عايزين مين؟ أحمد توفيق. مين؟ أمن دولة. يا لهوي. الريان يوميا 11:30 بتوقيت السعودية على الام بي سي 1. زعيم السحامة يا بحاجة كده حاجة الحرب بالبيع، ربي يشيل الدم بين الاخوات بسببي، لا خراب الذهب، لا اسمي بالشامبيرا، بيكونوا شوارد على وش حرام يا سبب يتم عياله. الزعيم يوميا 10:30 بتوقيت السعودية على الام بي سي 1. هذا الموسم ليس موسم انتقاد وليس موسم مقارنات، أمامنا طريق طويل جدا لتحسين الأوضاع، نحتاج حلول. 2011 الشعب يريد. خواطر 7 يوميا 6:30 بتوقيت السعودية خلال شهر رمضان على الام بي سي 1. تعالوا نكمل مع بعض. موسى بن نصير قائد الأسطول البحري وعنده 25 سنة، لكن يموت معاوية بن أبي سفيان ويجي يزيد بن معاوية، ويبدأ الصراع بين الحسين وبين يزيد بن معاوية، وبعدين يموت يزيد بن معاوية وهو مازال قائد الأسطول البحري. لكن بعد موت يزيد بن معاوية يفضى مكان الخلافة. مين الخليفة؟ مفيش حد الخليفة، تخيل أول مرة في تاريخ المسلمين. فيطلع 2 يعلنوا نفسهم خليفة للمسلمين، عبد الله بن الزبير في الحجاز
ومروان بن الحكم في الشام، ويبدأ يحصل اقتتال بين الاثنين والناس تتفكك مين هيبقى مع مين. فموسى بن نصير يختار يبقى مع عبد الله بن الزبير ضد مروان بن الحكم، يعني اختياره كده. تكون النتيجة ان مروان بن الحكم هو اللي ينتصر بعد معركة حصلت في الشام بين اتباع عبد الله بن الزبير ضد مجموعة مروان بن الحكم. ينتصر مروان بن الحكم ويهرب موسى بن نصير ويقبض على ناس كتير من اللي كانوا مع موسى مع مجموعة عبد الله بن الزبير، وطبعا يفقد مكانه كقائد للأسطول البحري، ويغضب مروان بن الحكم ويقول هتهولي موسى بن نصير ده من تحت الأرض بقى يبقى قائد للأسطول، وبعدين يعمل فينا كده. يهرب يروح فين؟ بدأ يفكر هيجيبوني، هو موجود جوه دمشق هيجيبوه في أي لحظة، الحرس هيجيبوه هيعرفوا مكانه، أروح لمين أروح لمين أروح لمين، مين يشفع لي؟ محتاج حد يقف جنبي ويشفع لي. طب مين مروان ممكن يسمع كلامه؟ مروان عنده ولدين، عبد الملك بن مروان وهو ده ولي العهد، وعبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز، ده الابن الثاني وده ولي العهد الثاني. يعني مروان بن الحكم عنده ولدين، الاثنين هيبقوا ملوك أو خلفاء، عبد الملك بن مروان الابن الكبير، وبعدين عبد العزيز ابن مروان أبو عمر. فقعد يفكر أروح لمين أروح لمين، مين اللي طيب ومروان يسمع كلامه؟ أروح لعبد العزيز بن مروان يشفع لي، أبو عمر بن عبد العزيز. راح له قال له أجرني يا عبد العزيز. قال ممن؟ قال من أبوك هيقتلني. قال هل تشفع لي عند أبوك؟ عبد العزيز ده كان بيحارب أبويا. قال والله لا أشفع لك. يا جماعة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له إيه؟ الآية بتقول إيه؟ نصيب منها. مش يمكن دي اللي خلت عمر بن عبد العزيز يبقى ابن عبد العزيز؟ مش يمكن شفاعة عبد العزيز نصيبه فيها إن ابنه بقى عمر بن عبد العزيز؟ نصيب منها، ربنا ما قالش في الآخرة شفاعة النبي، دنيا وآخرة. خدوا عبد العزيز بن مروان ودخل على أبوه. قال جئت به؟ قال جئت به مجيرا له يا أبتي. فقال أتجير هذا على أبوك وكان يريد أن يقتل أبوك؟ قال يا أبتي كانت فتنة واختلفت فيها الآراء، أتقتله على مبدأ؟ حلوة قوي الكلمة دي. هو كان عنده وجهة نظر، ما كانش، وهو ليس خائن وليس عدو، وهو بطل الأسطول الذي فتح صقلية، اعفو عنه من أجلي، إنما أنا شافع. فأبوه قال له لولا أنك ابني لجلدتك وسجنتك. فقال اشفع له يا أبتي اشفع له. فقال عفوت عنه ولكن بشرط لا يمسك سلاح بعد الآن، ولا يكون قائد لي بعد الآن، ولا يكون جندي في جيش بعد الآن. يا نهار أبيض، ده هو قضيته عايز يبقى زي خالد بن الوليد، يأتي أمامي ويلقي سيفه. وجه موسى بن نصير، معلش عبد العزيز شفع له بس بقى يعني، ومسك سيفه. تخيل اللحظة دي، ده متربي على إنه يبقى خالد بن الوليد، وألقى السيف. أم عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز كان والي مصر، فقال لأبوه مروان بن الحكم طب ممكن تديهولي يساعدني في إدارة الشؤون الإدارية وسياسة الناس في مصر وأفريقيا؟ فراح وعاش في مصر، وبدأ يروح ليبيا، ناحية ليبيا يعني، ما كانش اسمها ليبيا طبعا، وبدأ يروح طنجة، وبدأ يروح مبعوث من عبد العزيز بن مروان، وبدأ يقابل الناس، وبدأ يفهم هو ليه المسلمين مش عارفين يسيطروا على المنطقة دي، وكل ما تتفتح كل ما نفتحها تتاخد مننا. قعد هناك 5 سنين وبعدين مات مروان بن الحكم. فمين بقى الخليفة؟ عبد الملك بن مروان، وما كانش بيحب أخوه عبد العزيز أبو عمر، وضايقه كتير، وبينه وبينه مشاحنات. عبد الملك بن مروان أول ما بقى الخليفة أم بعت لأخوه عبد العزيز بن مروان قال له بعت لي موسى بن نصير اللي كان بيحارب أبويا وانت شفعت له، أنا عايزه أحطه مساعد، مش ليك عشان أنا شاكك فيه يساعدك، إنما عايزه مساعد لأخويا التاني بشر بن مروان في العراق. فاتنقل موسى بن نصير مساعد إداري في العراق، لكن بشر اللي هو والي العراق كان شاب صغير وما بيعرفش، اتضحك عليه كتير، والبطالة بقت تسرق فلوس وهو مش داري،
ولبسوها لموسى بن نصير، ومات بشر وطلعوا لعبد الملك بن مروان الخليفة يقولوا له موسى بن نصير حرامي وسارق. فموسى بن نصير لم الورق اللي يبين ان هو بريء علشان لما يجي حد يوريهوله، فعرف ان مين اللي جاي يحقق معاه؟ الحجاج بن يوسف، كان لسه عايش. عبد الملك بن مروان بعت الحجاج قال له تجيب لي موسى بن نصير ده عشان اسجنه. فموسى بن نصير عرف يعمل ايه؟ محتاج شفاعة تاني. هيروح لمين؟ هيروح لصديق عمره. لمين؟ عبد العزيز بن مروان. الحقني، اخوك هيسجنني وبيتهموني، وادي الورق اللي يثبت براءتي. لو انت مكان عبد العزيز، انت بينك وبين الخليفة مشكلة. التاني كان ابوك، كانت سهلة، وكنت عايش في دمشق، انت دلوقتي في مصر وعبد الملك في الشام. تطلع من مصر للشام عشان تشفع لواحد؟ يا جماعة، تشفع لاتنين متخانقين؟ تشفع لزوج عند زوجته عايزة تتطلق؟ تشفع لواحد اترفد من شغله وغلبان ويمكن بريء؟ ما بقولكش تتسطر على فساد، لا، مش دي الشفاعة. عبد العزيز اتأكد الأول ان ورق موسى انه مش فاسد، خده من ايده، صدق وسافر من مصر للشام. تعمل كده؟ تشفع لحد كده؟ بس خلي بالك، يكن له نصيب منها، على قد ما تشفع تاخد نصيبها. ويطلع على هناك ويروح لعبد الملك، وعبد الملك يقول له أتشفع في لص؟ قال لا والله ليس لص، اقرأ الورق. قال فلما هرب؟ قال خوفا من الحجاج. قال فيدفع 100,000 دينار تمن الفلوس اللي راحت وأنا أعفو عنه أو يسجن. فعبد العزيز بن مروان قال نعم يدفع. فموسى قال لا أملك 100,000 دينار. فعبد العزيز قال له بل تملكها. وأما عبد العزيز رايح بيع أرضه واداله 100,000 دينار ودفع. عرفتوا ليه عمر بن عبد العزيز طلع؟ عشان أبوه كده. والله العظيم يا جماعة، عايز ولادك ربنا يحفظهم ويبقوا عظماء، خليك أنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. خايف على أولادك؟ مش تسرق، خايف على أولادك اعمل الصح. شفع له لتاني مرة. وبعد ما شفع له أم قايل للخليفة إيه؟ أم قايل لأخوه إيه؟ أتأذن لي أن أخذه قائد لشمال أفريقيا؟ فعبد الملك قال له أنت مجنون، نديله جيش وسلاح. قال شمال أفريقيا الرومان عمالين ياخدوها والبربر عمالين ياخدوها، فإن انتصروا عليه خلصت منه، وإن انتصر عليهم نصره نصر لك. فوافق عبد الملك بن مروان وخدوا عبد العزيز. أم موسى بن نصير قبل رأس عبد العزيز، قال شفعت لي مرتين، والله ليكافئنك الله بها يا عبد العزيز. فعلا كافئوا بيها، هتتفتح الأندلس بسبب الشفاعة دي، وهيبقى عمر بن عبد العزيز بسبب الخطوة دي. تشفع وتستنى اللي هيحصل لأولادك؟ تشفع وتستنى شفاعة النبي يوم القيامة؟ احفظ الآية بقى واكتبها عندك كده، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. في سورة النساء تكون النتيجة يطلع يلبس البدلة العسكرية تاني. شفتوا يا جماعة رحمة ربنا؟ خد وقت قد ايه؟ 15 سنة بس إعداد. طلع على شمال أفريقيا وبدأ يحط الحلم بتاعه. ايه الحلم بتاعي؟ أكون زي خالد بن الوليد. أنت حلمك ايه بقى؟ عايز تعمل ايه للإسلام؟ أيوة أنت اللي سمعني، وأنت حلمك ايه؟ ليه ما تعملش حاجة كبيرة للإسلام؟ حط الحلم بتاعه أكون زي خالد بن الوليد. طب خالد بن الوليد فتح العراق والشام، أنا حلمي ايه؟ أفتح الأندلس، أفتح أسبانيا، أدخل الإسلام لأوروبا. ينهر أبيض، بس يا عم ده الحلم ده بعيد قوي. إذا كان شمال أفريقيا اللي هو السكة لأسبانيا، شمال أفريقيا المسلمين مش عارفين يسيطروا عليه 3 أشهر. ده عقبة بن نافع اتقتل هناك، ده قبائل البربر رافضة الإسلام. يبقى الحل إيه الأول؟ نحط خطة بقى عشان نفتح أسبانيا، لازم الأول نثبت شمال أفريقيا. فبدأ يقول طب الحل إيه؟ طب فين المشكلة؟ المشكلة إن عقبة بن نافع كان يدخل في 3 أشهر وظهره مش محمي وما يسيبش قوة حماية، فالبربر يسيبوه يفتح ويقوموا لفين من وراء وياخدوا كل الأرض، على ما يوصل لطنجة يكون البربر رجعوا للقيروان في تونس ويقوموا واخدين كل الأرض تاني، يبقى ما عملناش حاجة. طب والمشكلة التانية إيه؟ أو الخطأ التاني إيه؟ إن البربر ما حدش حكالهم على الإسلام. فحط الخطة بقى. إيه الخطة؟ لأ، لو هنبتدي من هنا مش هنفتح على طول، حتة حتة، وكل ما نفتح نعمل
قلعة ونحط قوة حامية ونثبت ظهرنا وبعدين نتنقل. عارفين نتنقل في قد ايه؟ 7 سنين. على ما وصل من تونس للمغرب عقبة كان بياخدها في 3 أشهر، هو في 7 سنين، بس المرة دي حاسمة. طب والحاجة التانية، البربر دول قبائل عريقة، مين يكلمهم في الإسلام؟ فبعت للخليفة يقول له ابعت لي 100 من التابعين يعلموا البربر الإسلام، وطلع منهم كده شاب حاجة كده. على فكرة البربر دول قبائل عريقة عملوا الإسلام كبير، الأمازيغ. عمل ايه؟ طلع منهم شاب غير عادي، اسمه ايه؟ طارق ابن زياد. يا طارق ابن زياد المشهور، ايوه، من البربر، من الامازيغ، من المنطقه دي، ايوه منهم. اسلم وتعلم العربي وهو بيعرف لغه الامازيغ، بقى عنده لغتين، وحفظ قران، وقائد عسكري، وشاب فرح بيه موسى بن نصير، وبقى خلاص اتثبتت شمال افريقيا، ثبتها خلاص الى اليوم، وطلع الرومان منها نهائيا. يلا بقى الحلم اللي بعده ايه؟ اسبانيا، نفتح الاندلس. معقوله الحلم ده؟ فقام باعت لعبد العزيز بن مروان. عبد العزيز قال له لا، ده موضوع اكبر مني، ابعت للخليفه. فبعت لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قال له ايه؟ اسبانيا؟ يا جماعه صاحب الفكره موسى بن نصير، اسبانيا معقوله؟ قال له طب احكي لي المعوقات في فتح اسبانيا. فبعت له بقى المعوقات. بص بقى يا سيدي المعوقات ايه؟ ما عندناش سفن، وما عندناش مواني، وهم عندهم سفن ومواني، وما عندناش عدد المسلمين قليل قوي قوي قوي، ده احنا يا دوب بنحمي شمال افريقيا بالعافيه، عايزين جيش كبير جدا لان هندخل اوروبا، وبعدين احنا بنعرف نحارب في الصحراء، لكن اوروبا انهار وجبال وطبيعه جغرافيه ما نعرفهاش اصلا. طب وايه المشاكل تاني؟ وبعدين في شويه جزر، لو وصلنا لاسبانيا هيبقى ظهرنا مش محمي، جزيره اسمها مايوركا. للاسف مايوركا دي العرب بيصيفوا فيها الان، وما يعرفوش ان اللي فتحها موسى بن نصير، العرب الاغنياء يعني بيصيفوا الان واحنا بنحكي في مايوركا. طب هنعمل ايه؟ فبعت الكلام ده لعبد الملك، فعبد الملك قال له انت مجنون؟ انا مش همدك لا بسلاح ولا بجنود، انت حل معوقاتك ولو قدرت تفتحها تفتحها. عبد الملك عايز يخلص من موسى، حط خطه 3 سنين. يا جماعه فرق كبير قوي بين واحد عايش بياكل ويشرب وواحد عنده حلم، وواحد من وهو صغير ابوه وامه قالوا له تبقى خالد بن الوليد. يا بختك يا خالد بن الوليد، مت وثواب الاندلس في ميزانك. انتوا متخيلين يا جماعه؟ طب هتحل المشاكل دي ازاي يعني يا موسى؟ طب ايه يعني؟ نشتغل ونتعب. بنى اسطول بحري، وعمل 3 مواني، وعمل ميناء في طنجة عشان ينطلق، وعدد كبير من السفن، شغل ليل ونهار لمدة 3 سنين. طب وايه تاني؟ راح فتح جزيرة مايوركا عشان يبقى ظهره محمي. طب وايه تاني؟ بعت فرق عسكرية في السر تدخل الاندلس تدرس الطبيعة الجغرافية، هنا في جبال وهنعدي منين؟ لا 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 لا، ده قائد. فضل حاجة، مشكلة واحدة، ايه؟ عددنا قليل، ولو طلعنا بالجيش على اسبانيا نفضي شمال افريقيا، طب ما هنعمل ايه؟ ففكر في فكرة جامدة جدا. هو مش البربر اسلموا؟ مش الامازيغ اسلموا؟ ليه ما يبقوش هما الجيش؟ ايه ده، بس احنا تعودنا ان الجيش يبقى عرب، ليه يعني؟ ليه هو الاسلام حكر على العرب؟ على فكره يا جماعه احنا عايشين العقده دي الى الان. هو الاسلام حكر على العرب؟ الاسلام ملك كل مسلم في كل الارض. ليه نشوف نفسنا اعلى؟ هو اتحرر من العقده دي. الجيش اللي يفتح الاندلس من اللي اسلموا؟ من شمال افريقيا، من البربر، من الامازيغ. يا سلام، ادالهم فرصه كبيره. وانا عارف ان هم وهم بيسمعوني الان يفتخروا بده. كانت النتيجه ان الجيش خلاص ما عادش عندنا مشكله، نقدر نفتح الاندلس ومش محتاجين حاجه يجي لنا من الخليفه من الشام. وبدا الجيش يستعد. بصوا بقى عظمه موسى بن نصير، عنده مشكله. مين قائد الجيش؟ طبعا انا، موسى بن نصير. الجيش مش من العرب، الجيش من البربر، ما يصحش. عشان الجيش يدي قوي لازم قائد الجيش يبقى من البربر. بس يا موسى بن نصير مكانك في التاريخ وانت القائد، مش مهم من القائد. افتكر كلمة خالد بن الوليد، انما افتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب. فقال لنفسه الكلمة، انا عايزها ليه؟ انا عايزها لله. قام عامل ايه؟
قام جايب طارق ابن زياد وقال له انت القائد وانا النائب بتاعك. ايه ده؟ ايه الاخلاص ده؟ ايه النوايا الصافيه دي؟ ايه حب الاسلام ده؟ احنا بعيد قوي. اديني بقى ما بتكلمش على انبياء ولا بتكلم على صحابه عشان تقولي مش قادر اقلدهم، ده واحد زيك. طلع طارق ابن زياد، وعلى فكره هو يعلم ان دي نقله تاريخيه لغايه النهارده. المنطقه اللي عدوا منها اسمها ايه؟ مضيق جبل ايه؟ جبل طارق، ما تسماش باسمه، مع ان موسى هو سبب الفتح كله. قال لطارق الامازيغ هيسمعوا كلامك، انت القائد وانا النائب بتاعك. ودخلوا اسبانيا وبدا الفتح في اسبانيا، وفي وسط الفتح مات عبد الملك بن مروان، وجه الوليد بن عبد الملك وغضب على موسى بن نصير اثناء الفتح. ليه؟ لان خاف ان موسى يكون قوه عسكريه تعمل له مشاكل. اعداء النجاح وشوشوا في ودن الخليفه شعبيته وقوته تضرك، فعزله في عز نصره واستدعاه. فخاف على الجيش وهم بيفتحوا اسبانيا يبوظ الجيش، فثبت طارق بن زياد قائد، وخلى ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير. واخد بالك مسمي ابنه ايه؟ عبد العزيز صاحب الشفاعة، سمى ابنه على اسم عبد العزيز. خلى عبد العزيز ابنه النائب بتاع طارق بن زياد عشان يثبت الجيش ويكملوا الفتح، ورجع هو واتعزل. وبعد ما رجع بشهر مات ابنه شهيد عبد العزيز، كأن ربنا حب يكرمه حتة منك في الأندلس يا موسى. لا ربنا كريم، ما تبصلهاش على انه مات. ما ينفعش موسى ما يبقالوش حتة في الأندلس يوم القيامة، حتة مدفونة هناك ابنك. يا سلام، ربنا كريم قوي يا جماعة، ربنا رحيم قوي. كبر موسى، عجز فجأة، قلع البدلة العسكرية، وبعدين الحلم خلص، الحلم اتحقق، يعيش ليه؟ طلب يطلع الحج. طلع الحج، صدقوا يا جماعة، بعد ما خلص طواف الإفاضة، أول ما خلص الحج بتاعته مات موسى بن نصير. مات وهو خارج من مكة واتدفن على أعتاب مكة. فلسطيني من العراق، عاش في مصر وعاش في شمال أفريقيا، وراح أسبانيا وراح مايوركا وسردينيا، ومات في الحجاز، ومات على أبواب مكة. الله يرحمه، راجل عظيم، يا بخته اسمه في التاريخ كبير، ويا بخت عبد العزيز بن مروان بالشفاعة. ايه الدروس النهاردة؟ اشفع على حد النهاردة، بالله عليكم اشفع على حد محتاج شفاعة، حتى لو ما جالكش يكن له نصيب منها. الدرس الثاني، قول لولادك يبقوا أبطال. الدرس الثالث، احلم حلم كبير. الدرس الرابع، الإخلاص، إنما أفتح الشام لله. دي الدروس، هقابلكم بالليل على عمري خالد دوت نت وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك، ونناقش الحلقة ومسابقة الحلقة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا علمونا العبادة، علم وعمل أخلاق وحياة، بيهم تحس بسلام.